طيب انت في حزبة صغيرة ما فيهاش غير مسجد واحد، وهذا الامام مبتدع ضال وفاسق عاصي، يبقى انت لما صليتش وراه مش هتصلي جماعة ولا هتصلي جمعة، لان هو اللي بيصلي الجماعة بيصلي الجمعة. يبقى في الحالة ده هي لازم تصلي وراه، لازم تصلي ايه وراه. وفي البلد الكبيرة احيانا في بعض البلاد بلد كبيرة فمساجد كبيرة، بس في الجمعة يأخذون أنفسهم بالسنة وهي صلاة في المسجد الجامع، كل المساجد الصغيرة تنقفل وأهل البلد كلهم يصلوا في المسجد الجامع في الجمعة، وهذا الإمام مبتدع ضال أو فاسق ضال الفسق، إذا ما صليتش وراه مش هتصلي الجمعة، يتعين أن تصلي إيه وراءك. طيب يوم العيد البلد صحيح فيها مساجد ياما قال، بس يوم العيد يجتمعون لصلاة العيد في الخلاء، وابتليت بإمام مبتدع ضال أو فاسق ضال الفسق، إذا ما صليتش العيد وراه مش هتصلي، يبقى يلزمك أن تصلي وراءه. خدت بالك بقى؟ قال الإمام: ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق، وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، اسمع، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء. خد بالك بقى، يبقى لما يتعين إمام لك في الجمعة أو في جماعة أو في العيدين أو في عرفة، يتعين هو إمام مبتدع أو فاسق ظاهر الفسق، يلزمك أن تصلي وراءه، فمن ترك الصلاة خلف المبتدع فهو مبتدع، لأن الصحابة ما تركوا الصلاة خلف المبتدع ولا الظالم الفاجر كما نقلنا. طيب خلي بالك بقى، في ناس بيخش الجامع بيلاقي فلان بيصلي بيستحي يطلع، يقول يعني انا دخلت حسيب الجماعه الناس وقفوا الصف همشي الناس، هيقولوا ايه همشي مشى ليه؟ ايه ده رجل احسن حالا شويه، فيقول ايه بدل ما اعمل شوشره يصلي وراه ويطلع يروح داره ويعيد الايه الصلاه، عنده مشكله برضه. قال الامام: والصحيح انه يصليها ولا يعيدها، فان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس كما تقدم، وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة كانوا يصلون خلف الوليد ابن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر، وكانوا يصلوا وراءه، ما كان يتقدم كان يصلوا وراءه، حتى إنه صلى بهم الصبح ذات يوم أربعا، كان سكران مسكين ودخل صلى الصبح، فصلى الصبح أربع ركعات هم وراء هم وراء، فلما انصرف بعد أربع ركعات من الصبح التفق: أزيدكم؟ قالوا: ما زدنا معك منذ الصبح في زيادة، ما مش كفاية زيادة زدته، ولكن لم يتركوا الصلاة خلفه.